اقول لكم على حاجه، انا بكتب جوابات لعيالي اللي لسه ما جوش. بتكتب جوابات لعيالها اللي هتخلفهم في المستقبل، ورسمت قوانين معينه علشان تربيهم وهتتبنى عيل كمان. عكست ميريل ستريب وشايفه حبيبها ذكي جدا وعجبها. حكايه ارتباط اميره اديب وقصه حبها مع اسامه الهادي بعد مشاركتهم في مسلسل وبيننا معاد، ازاي فضحت حبيبها بعد اللي عمله ليله راس السنه، ايه قصه ارتباطهم وهل هيتخطبوا الفتره اللي جايه. خليكم معايا في الفيديو ده هقول لكم تفاصيل الحكاية، وكمان هتعرفوا ايه اللي حصل بين أميرة أديب وداليا شوقي بعد ما خدت مكانها في مسلسل وبيننا معاد. يا ترى اتخانقوا فعلا؟ يلا بينا. أميرة أديب من يوم ما خدت دور داليا شوقي في الجزء الثاني من مسلسل وبيننا معاد واتقال إن في خناقة كبيرة حصلت، بس أميرة أديب متربية على أصول المهنة، اتصلت على داليا شوقي وقالت لها جالي دور وبيننا معاد الجزء الثاني، فردت مبروك عليكي ده رزقك. أميرة بتعتبر نفسها من فانز داليا شوقي وإنها اطمنت عليها بعد ما مضت وقالت لها لو عاوزة حاجة كلميني. وعلشان في كيمياء بينها وبين طاهر اللي بيقدمه الفنان أسامة الهادي في المسلسل، اتخلقت قصة الحب والارتباط ما بينهم. أسامة الهادي أو طاهر بينه وبين أميرة أديب صحوبية وعلى طول بيتقابلوا، وليلة رأس السنة خلاها زعلت منه شوية. أصلهم اتفقوا يسهروا سوا وهو اتأخر ومجاش غير الساعة 2:30 بالليل. اتحجج إنه مش بيحب يخرج كتير من بيته وصعب يروح نيو جيزة أو زايد، ودي الأماكن اللي بتكون فيها أميرة أديب، بينكشها يعني، بس بيحب يخرج يوم الجمعة في الهدوء وتكون الشمس طالعة، وعلشان كده أميرة أديب قالت عليه دوات ذكي. بسبب الصحوبية دي اتقال إنهم مرتبطين في حقيقة وبينهم قصة حب ومحدش منهم راضي يقول الحقيقة، وفي كلام ان الخطوبة كمان هتكون قريب، وده بعد ما أميرة استقرت في القرار وهي كانت رافضة الفكرة اصلا، لكن كل ده مجرد كلام، وبكرة الايام تبين مين يتخطب ومين يفركش. أميرة أديب مش بتحب الخلفة الكتير، ولما تتجوز هما اتنين علشان تعرف تربيهم، وكمان هي بتحب التبني ومش بعيد يكون عندها ابن بالتبني، حتى قانون تربية كده مش هيقدروا يعدوه. موضوع القراية ده من وهم صغيرين لازم تكون موجودة، ومبدأها معاهم التربية السليمة أهم حاجة. نفسها عيالها يتصاحبوا عليها زي ما هي صاحبت مامتها كده الفنانة منال سلامة، حتى لو عاملين مصيبة يقولوا ما يخافوش منها، وأي حاجة تحصل تكون عارفاها منهم مش بالصدفة. والسر اللي كشفته بقى وكان جديد وغريب في نفس الوقت انها بتكتب جوابات لعيالها اللي لسه ما وصلوش الدنيا، بتقول لهم هي فين دلوقتي وبتعمل ايه في حياتها واللي اتعلمته من كل سنه في حياتها، وتحط صور من الكارير بتاعها علشان يبقوا عارفين مشوارها من البدايه ويبقوا شاهدين على نجاحها. بتحب من الممثلين ميريل ستريب وشايفه فيها النجمه اللي مهما تكبر وتقدم اعمال فنيه كل حاجه بتكون احسن من التانيه. تفتكروا اميره اديب عايشه قصه حب فعلا؟